السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. ولكن بداية هذه الحلقة نعز العالم الإسلامي ومراجعنا العظام والإمام الحج عجل الله فرجه الشريف بذكرى بداية شهر محرم الحرام، شهر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. في اليوم في احنا في ظروف نتمنى اليوم أن نقتدي بالإمام الحسين عليه السلام، يا رب إن شاء الله تعدي كل هذه الأزمات اللي تحيط اليوم بشعبنا الكريم، الشعب اللي ما شاف راحة أبد، دائما قتل، دائما تهجير، دائما إرهاب ومفخخات واقتتال طائفي وسياسي وغيرها من هذه الأمور. فنرجع ونقول اليوم من منبر قناة الأيام الفضائية واستوديو أرض السواد، كلا للفتنة، كلا لكل متصيد بالماء العكر، كلا اليوم الذي يضع اليوم للأسف أسهم الفتنة بين أبناء الشعب الواحد أو أبناء المكون الواحد. يا رب تعدي هذه الأزمة على خير إن شاء الله بتدخل الحكماء والعقلاء من جميع الأطراف السياسية ومن جميع المكونات إن شاء الله، ونتبتعد أصوات النشاز وأصوات الفتنة. طبعا كثير من المشاهدين يستغربون ممكن احنا اليوم بحلقة برنامج أرض السواد ونتكلم على مواضيع بعيدة عن السياسة، ولكن صدقوني اليوم مواضيع برنامج أرض السواد ممكن أهم من بعض الملفات السياسية على الساحة العراقية الموجودة. اليوم البلد يهتم بموضوع الاكتفاء الذاتي بالزراعة الاستراتيجية وغيرها من هذه الأمور على مود نحفظ اليوم كرامة وقوت الإنسان العراقي. قبل عدة أيام أقامت وزارة التجارة مؤتمر صحفي لتقييم موسم حصاد الحنطة اللي بعض الأرقام تقول وصل إلى 2,100,000 طن، والحقيقة أرقام جيدة رغم الظروف السيئة اللي عاشتها الزراعة العراقية بسبب قلة الموارد المائية وأيضا قلة الدعم الحكومي. للأسف الحكومة العراقية الحالية ممكن ابتعدت واهتمت بأمور أخرى. 2,500,000 ما تكفي قوت الشعب العراقي اللي نقدر نقول يحتاج إلى أكثر من 6 ملايين طن، وللأسف ما وصلنا إلى الرقم الكبير اللي وصلنا له بموسم 2019-2020 اللي وصل أكثر من 5.5 مليون طن. سمت وزارة التجارة هذا الموسم هو موسم التحدي مثل ما قلنا بسبب الظروف. اليوم راح نشوف من وزارة التجارة كيف هو موسم التحدي، هل يعتبر هذا الموسم ناجح، الخطط المستقبلية لزراعة الحنطة والزراعة الاستراتيجية عموما بالعراق. قبل ما نبدأ هذه الحلقة خلونا نشوف هذا التقرير وراجعه. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم اللي تخص اليوم تقييم مستوى الزراعة الاستراتيجية أو موسم التسويق، ولكن بعيون وزارة التجارة. مثل ما تدرون احنا دائما بحلقاتنا الميدانية ناخذ اليوم آراء الفلاحين والمزارعين حول هذه القضية المهمة اليوم اللي تخص الأمن الغذائي العراقي والاكتفاء الذاتي، وأيضا ناخذ رأي الجمعيات الفلاحية بما أنهم اليوم هم حلقة الوصل بين الفلاح وبين اليوم الجهات الحكومية، وأيضا ناخذ في بعض الأحيان
ولو بالفترة الأخيرة كانوا شبه مقاطعين لبرنامج أرض السواد أعضاء من وزارة الزراعة ومدراء، وأيضا ناخذ وجهة نظرهم اللي دائما يذبون اللوم على الحصص المائية، ونروح على وزارة الموارد المائية يذبون الحصص على دول المنبع، وبعدين يذبون المشكلة على الحكومة العراقية، وللأسف كل واحد يرمي الكرة بملعب الآخر. ولكن تعاوننا احنا قليل جدا مع وزارة التجارة، ما عندنا ذيك الحلقات الكبيرة. ممكن برنامج أرض السواد لديه تعاون مع وزارة التجارة بشغلة واحدة، هو موسم التسويق اللي اليوم يشهد الإعلام العراقي، يشهد الفلاح، يشهد اليوم جميع المؤسسات على نجاح كبير جدا يختلف عن المواسم السابقة. هم لا يزعلون من عندنا اخواننا بالتجارة، المواسم السابقة كان تسويق سيء، تأخر اليوم مستحقات الفلاحين، التأخر بالتسليم، بعض الفلاحين كانوا يظلون 4 أيام 5 أيام بالشارع بشاحناتهم وما تستلم من السائل، وأيضا معايير صعبة لاختيار الحلقة. طبعا للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلنا الأستاذ حيدر نوري، معاون مدير عام شركة تجارة الحبوب في وزارة التجارة. أهلا بك أستاذ حيدر. اهلا وسهلا بك ومرحبا بجمهوركم الكريم. ربي شكرا خليك. جزيلا للاستضافه، تفضل. الله يخليك استاذ حيدر. اريد نعرف اليوم اسباب، انه انا تكلمت في بدايه الحلقه، اليوم وزاره التجاره بمؤتمرها المؤتمر الصحفي الاخير وصفت هذا الموسم بموسم التحدي. شنو كانت التحديات الكبيره التي اليوم واجهت وزاره التجاره او واجهت اليوم القطاع الزراعي عموما بالعراق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا لك ولمشاهديك الكرام على هذه الاستضافة. حقيقة وزارة التجارة دأبت في كل موسم أن تقوم باستلام المحاصيل الزراعية اللي هي حنطة والشلب من الفلاحين. نعم. وهذه الحنطة تخلط مع كميات أخرى مستوردة وتوزع على المواطنين في جميع السنوات السابقة لغاية 2019. في عام 2019 مثل ما تفضلت بتقريرك كان 5,500,000 طن. هذه الكمية يعني قدرنا أن نخلص بها موسم 19-20 وموسم 20-21، باعتبار أنه 20-21 أيضا استلمنا 3,365,000 طن. فبمجموع 8 ملايين، أكثر من 8 ملايين كفتنا لغاية قبل بدء موسم التسويق في شهر 4 من هذا العام. نعم. اللي أيضا استوردنا 250,000 طن، وصلتنا لغاية 9-4 بداية موسم التسويق لعام 2022. حقيقة التحديات وسمي بموسم التحدي باعتبار أنه هذا العام الكل يعلم أنه هناك قرار لوزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية بسبب شحة المياه. نعم. أن تتم زراعة 50% من العام الماضي، وبذلك فإنه الكمية كانت يجب أن تكون 1,700,000 طن أو 1,650,000 طن ما سيتم زرعه باعتبار في بداية الموسم عام 22، إلا أنه كان هناك تحدي كبير بدأ من قبل وزارة التجارة، عدة نقاط وإجراءات معينة ومهمة قدمتها إلى اللجنة الوزارية أو لجنة الاقتصاد الوزاري، اللي قدمنا عدة مقترحات من ضمنها يعني يكون سعر القمح للفلاح من 560,000 طن إلى 850,000 طن، وبذلك تمت الموافقة وأحيل الموضوع إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء اتخذ قرار قبل بداية الموسم بأيام بأن يكون سعر القمح 850,000 دينار. أيضا التداعيات الكبيرة والكل يعلم في موضوع صعود أسعار القمح باعتبار أن هناك حرب بين أوكرانيا وروسيا وأهم دولتين لتصدير القمح في العالم. حقيقة هذا أثر كثيرا على جميع دول العالم، بدأت أسعار القمح تصعد إلى مبالغ عالية، أكثر من 570 دولار للطن، يعني من 400 دولار إلى 570 دولار، وأكثر وصلت ل 600 دولار. نعم. فبذلك أنه سمينا موسم التحدي باعتبار أنه الآن كان يعني دخلنا الموسم عندنا كميات قليلة جدا، وحقيقة بدأنا عمل آلية جديدة بالترتيب مع الفلاح، دعينا كل مدراء فروعنا بالمواقع وسهلنا عملية الاستلام من الفلاح، بحيث أنه درجة واحدة في كل موسم كانت 3 درجات القمح. صح. هذه السنة استلمنا بدرجة واحدة،
بخصومات بسيطة جدا وقت درجة واحدة، وبخصومات بسيطة بالنسبة للدرجات الأدنى في عملية الاستلام. هذا سهل الموضوع على الفلاح، خلى الفلاح انه هذا الموسم انه 850 الف دينار مبلغ جيد للفلاح. نعم آلية الاستلام سهلة. موضوع اشرت إلى في تقريرك موضوع استلام المبالغ اولا باول، اللي الفلاح اللي يسلم للسايلو القمح بعد 3 ايام يصرف الى الصك، باختلاف السنوات الماضية اللي كان اكو بعض الفلاحين بعد 8 اشهر او 9 اشهر تم استلام الكميات، تم استلام المبالغ له. فهذا ايضا كان موضوع هام جدا باعتبار انه موسم، فعلا موسم تحدي. موظفين يعني العمل للموظف خليناه يوصل الى حد الساعه 9 بالليل، الموظف يشتغل ويستلم الفلاح. ماكو بعد طوابير من السيارات. رتبنا آلية الاستلام بالتنسيق بيننا وبين وزارة الزراعة بأنه الفلاح ما يجي يوقف 5 أيام ويتحمل أجور الشاحنة. رتبنا سرة للفلاحين، يعني الفلاح يجي يلقى دوره بعد 3 أيام يجي دوره فيحمل. عذرا استاذ حيدر، اليوم حتى اليوم المواطن ايضا يعرف كثير من الخفايا اللي ممكن للاسف الاعلام ما مركز عليها بصوره صحيحه وبصوره اليوم ممكن حتى تريح بال المواطن، ما تخليه متازم بسبب الظروف العالميه اللي قاعد نعيشها وحتى الظروف الداخليه. احنا 2,100,000 طن هذه السنه، احنا كشعب عراقي ايش قد نستهلك بالموسم الواحد من الحنطه؟ اكيد عندكم هذه الارقام. احنا حقيقه في تقريرك ابتداء قلت 6 ملايين، لا هو يعني بحقيقه 4 ملايين و600 الف طن سنويا. نعم. احنا يفترض ان نجهز المواطن بهذه الكميه، 4 ملايين و600 الف طن باعتبار 400 يعني احنا بال 2020 صار عندنا زياده؟ نعم 2020 هذه يعني صار عندنا فائض باعتبار احنا استلمنا اكثر من 5 ملايين طن، فصار عندنا فائض. نعم. حول الفائض الى السنه اللي بعدها 2020 اللي استلمنا بها 3,360,000 طن. هذا الفائض جمع مع السنه اللي بعدها وتم توزيعه للمواطنين. قلت لي ايش قد نستورد؟ احنا نستورد الكميات في حاله انه ما عندنا اكتفاء ذاتي. السنتين الماضيه كان عندنا اكتفاء ذاتي، احتاجينا 250 الف طن ودخلتنا للموسم الجديد. نعم. فدخلنا الموسم الجديد احنا عندنا تقريبا 70 الف طن متبقي. دخلنا الموسم الجديد بدانا بالاستلام كميات كبيره وممتازه، وحنطه نوعيه هذه السنه، نوعيه الحنطه اصلا هي نوعيه ممتازه جدا، فلذلك احنا ما احتاجين الاستيراد لغايه هذه اللحظه. احنا بعد ال 250 الف اللي قبل موسم التسويق لغايه الان، من الان سنبدا بالاستيراد، من الان 2,000,000 طن. يعني ايضا ازيد لك معلومه اخرى. نعم. انه 2,100,000 احنا المحافظات الشماليه ما وقفناها، المحافظات الثلاثه بالاقليم يعني دهوك واربيل وسليمانيه اضافه الى الموصل وكركوك وصلاح الدين، هذه الست محافظات لغايه الان نستلم الحنطه، لكن مو بعد الدوام الرسمي، اثناء الدوام الرسمي. الان حنطه دا نستلم يوميا 5,000 طن ويوميا 4,000 طن، الان نستلم الان وصلنا الى اكثر من 1,170,000 طن وصلنا الان. ممتاز. يعني احنا مع اليوم 1,170,000 طن. هاي ليش 70 تاخرت المحافظات الشماليه؟ نعم بالشماليه باعتبار انه كثير من الفلاحين استمروا بالحصاد، الان يحصدون ويودون للسايلو اثناء الدوام الرسمي، يعني يوميا 500 طن في كل موقع او 750 طن او 1000 طن احيانا في بعض المواقع، مثلا في مخمور في اربيل 1000 طن يصل اليوم الواحد لغايه الان نستلم الان. احنا ما نريد طن حنطه اذا عند الفلاح ما نريد يروح هباء، نريد نستلمه باعتبار انه في كل دول العالم موضوع الحنطه اصبح موضوع شائك في بعض دول العالم الان، امن يعني قومي صار طحين فقط للمواطن باعتبار انه ماكو حنطه ماكو طحين في بعض الدول بالعالم، لانه الحمد لله احنا هذا الموسم اعتبرناه موسم تحدي، عبرنا 2,170,000 طن، وهذا فد شيء جيد. ابد ما كانت توقعاتنا انه نستلم هذه الكميه. نعم. كل توقعاتنا كانت ان نستلم 1,700,000،
طن نعم. مو اكثر. نعم استاذ يعني. حيدر ابقى معنا وراح الان نشاهد يعني جزء من كلمه السيد الوزير معالي وزير التجاره سيد الجبوري حول موضوع اليوم موسم التسويق في مؤتمر وزاره التجاره الاخير اللي عقد في بغداد. خلينا نشاهد هذا المقطع وراجع. هذا الموسم حقيقة كان أو يمكن أن يعبر عنه بموسم استثنائي نتيجة لجملة من المتغيرات، كان أولها المتغيرات العالمية اللي أثرت بشكل مباشر على تجارة الحبوب وعلى مادة الحنطة بشكل رئيسي. هذا السبب الأول، والسبب الثاني أيضا تحديات المياه والخطة الإروائية اللي كانت موجودة لهذا الموسم التسويقي، وكذلك نزول الخطة إلى النصف. هذه المتغيرات اجتمعت بشكل مباشر على تأثر العالم بشكل عام لهذه التجارة وأيضا للعراق بشكل خاص. بالحقيقة العراق كمنتج لمادة القمح شهدت هذه المادة إنتاجا بشكل يمكن أن يكون جيد في السنوات الأخيرة، خاصة سنة 2020 كانت الكميات المستلمة 5 مليون طن ومية وما يزود عن ذلك. حاجة العراق السنوية 4 ملايين و500 ألف طن بواقع 10 حصص توزع في السنة، ومادة الحنطة هي مادة مدعومة من قبل الحكومة العراقية. حقيقة عملية إيصال هذه المادة ووجود هذه المادة في مخازن وزارة التجارة هي خاضعة إلى الاستيراد كشق، وأيضا الوزارة لم تستورد لسنتين الماضيتين، في هذه السنة بدأت، وهناك أيضا خطة استراتيجية وضعت الوزارة لاستيراد هذه المادة من قانون الأمن الغذائي اللي خصص مبالغ لاستيراد مادة الحنطة. النقطة الثانية يكون ضمن المنتج المحلي اللي وصل إلى يوم أمس 2,102,000. هذه الكميات المستلمة حقيقة إذا ما قورنت بالتوقعات هي كانت أفضل من التوقعات نتيجة المتغيرات اللي تحدثنا عنها. نؤشر عملية النجاح لهذا الموسم التسويقي في استعداد مبكر حكومي لعملية استلام هذه المادة وتغيير في آليات الاستلام. فضلاً عن نقطة مهمة، كان لدينا اجتماع أيضاً موسع مع الأخوان في الجمعيات الفلاحية، وبهذا الصدد أيضاً نود أن نشكر فلاحي العراق على تعاونهم الكبير مع الحكومة وحرصهم وإرادتهم على تسويق هذه المادة إلى مخازن وزارة التجارة. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، شاهدنا كلام معالي الوزير وزير التجارة السيد علاء الجبور. ننتقل إلى الأستاذ حيدر. أستاذ حيدر وياي بعدك؟ نعم تفضل. نعم. من كلام اليوم كلام سيد الوزير اكو ارتياح، اكو يعني شيء من الراحه انه اكو فد اكو ارقام يمكن كانت عند وزاره التجاره حققتها او ممكن حتى انه اجتازت هذه الارقام المتوقعه، فهذا شيء ايجابي. ولكن ايضا تحدث مثل ما انت ايضا حضرتك تكلمت انه بدايه الان اكو لازم يكون استيراد للقمح من الدول الخارجية. اليوم احنا عندنا أزمة كبيرة، أزمة عالمية بين روسيا وبين أوكرانيا، وندري اليوم شنو الثقل روسيا وأوكرانيا ببورصة القمح والحبوب عامة. اليوم ما هي المناشئ أو المصادر اللي ممكن العراق يستورد منها أو ممكن وقع تفاهمات معها؟ نعم حقيقة أشار مع الوزير كثير من النقاط المهمة اللي أشرت بها أيضا أنا في حديثي في بداية البرنامج. حقيقة موضوع الاستيراد، نعم
نحتاج إلى استيراد، هذه الكميات ما تكفينا إلى العام القادم. إحنا لما نرسم خطتنا نرسمها لبداية ممكن الموسم القادم، يعني لعام 2023 شهر 4 موسم التسويق القادم، هذه خطتنا. خطتنا لغاية موسم التسويق 23 شهر 4 نحتاج إلى كميات كبيرة من الحنطة نستوردها. وأيضا كان في قانون الأمن والطوارئ الغذائي اللي تم المصادقة عليه خصصت مبالغ عندنا للحنطة، والآن بدأ أول مبلغ دخل بحسابنا، وإحنا مقبلين على استيراد كميات من الحنطة خلال الأيام والأسابيع القادمة بإذن الله. حقيقة موضوع الشزمه إحنا دا عادة ما نذهب إلى باتجاه إنه نستورد يعني الحنطة الصلبة تعتبر ليست السوفت، هذه الصلبة تكون جلوتينها عالي، تخبز بشكل عمودي على تنورنا اللي موجود الآن في الشارع العراقي وفي بيوتنا. هذه الكميات أكثرها يعني النوع الأمريكي، النوع الكندي، النوع الإسرائيلي. هذه يعني أكثر أنواع تخلط مع حنطتنا المحلية تطلع خبزة ممتازة جدا في عملية الخبز. هذه المناشئ احنا اكثر المناشئ اللي استوردناها سابقا، والان ما استوردنا حقيقة احنا من مناشئ اوكرانيا او روسيا ما استوردنا، لكن حقيقة روسيا واوكرانيا كثير من الدول العربية والعالمية تستورد من عندها باعتبار انه تستورد الحنطة سوفت اللي هي الافقي، خبز الافقي مثل مصر مثل السعودية، كثير من الدول العربية تستورد من هذه المناشئ، الا انه من قلت هذه المناشئ اضطرت هذه الدول الى الذهاب الى انه تنافسنا على المناشئ اللي احنا نشتري منها اللي هي الاستراليه والكندية. لذلك ارتفع السعر، لذلك الكندي والامريكي والاسترالي. ان شاء الله احنا في الايام القادمه عندنا خطه كامله ان شاء الله، ما ان المبالغ تكون عندنا الان اول مبلغ دخل برصيدنا راح نستورد احنا كميه نخلطها مع الكميات اللي متبقيه عندنا من الموسم. حقيقه احنا خلال هذه الشهرين وزعنا حصة الشهر الرابع وانتهينا منها، واليوم تم القطع لحصة الحصة الخامسة. اليوم بدأ قرر يعني اليوم ببيان لمعالي السيد الوزير وتصنيع الحبوب انه من اليوم تبدأ قطع الحصة الخامسة ان شاء الله. من غدا نبدأ توزيع الحنطة الى المطاحن ونبدأ توزيع الحصة الخامسة ان شاء الله. احنا بكل الاحوال والحمد لله هذا العام يعني في أوج أزمة القمح، الحمد لله كان عندنا قمح، وصلنا الطحين للمواطن، أبد ما توقفنا نهائيا. من الممكن صعدت أسعاره بسبب صعود السعر العالمي، وإحنا تدري يعني مواطننا مو كل المواطنين يخبزون، وبعض المواطنين يبيعون الطحين، وراح حتى للثروة الحيوانية لأنه ماكو أعلاف صارت 750 ألف دينار للطن الواحد. الطحين اللي وزعناه ضمن الحصة التموينية بعض العوائل باعته راح للثروة الحيوانية، الثروة الحيوانية نافست المواطن على الطحين، وهذه طبعا يعني حقيقة. والحمد لله يعني أيضا بقينا محافظين ومسيطرين، وكانت خطة الوزارة جيدة. يعني صدقني في يعني في أيام ما نمنا ليلنا ما نمناه، بحيث أنه إحنا شنو نسوي آلية. يعني تصور كل ثلاث أو أربع أيام نذهب إلى أحد المحور، نروح نلقى مثلا حنطة في هذا الموسم بالزراعة لوزن النوعي مالها 70، وإحنا بالمواصفة خالين 73، ننزل للسبعين ونسوي خصومات عليها في سبيل نستلم الحنطة واستلمناها. رحنا نتخيل أنه شكلت لجنة من الأمن الوطني ومن العمليات ومن وزارة التجارة، ذهبنا حتى إلى مخازن القمح لدى التجار، ورحنا على التجار في ساعات متأخرة من الليل، ساعة 11 بالليل، احنا نروح للتاجر التاجر اللي عنده علوة يعني داخل المحافظات في الموصل. رحنا على التاجر قلنا له هذه الحنطة ليش خازنها انت يوم 850 ألف دينار الطن، فأرجو انه تسوقها، وخذنا عليه تعهدات خلال 72 ساعة يسوق، وفعلا سوق، حصلنا على أكثر من 300 ألف طن من التاج ترى القمح من الفلاح. فحقيقة هذا الموسم يعني يستحق أن يسجل عليه أنه موسم التحدي، لأن ماكو عندنا موظف رقابة الوزارة في كل مكان تجده بالعراق، مدراء أقسام تجارة الحبوب كلهم موظفين تجارة الحبوب، يبقى لحد ساعة بالعشرة بالليل يشتغل في سبيل أن يستلم
أكبر كمية من الفلاح وما يخلي الفلاح يباتل ثاني يوم. موسم تحدي كان ناجح مثل ما أطلق عليه معالي الوزير، كان موسم صعب في وقت صعب وحرج، والحمد لله قدرنا أن نسيطر عليه. نعم. الآن الخزينة نعم عندنا. نعم حيدر، بما أنك اليوم أنت موجود ويانا في هذه الحلقة، أيضا نشاهد جزء من كلمة مدير عام شركة التجارة الحبوب، الشركة العامة لتجارة الحبوب الأستاذ حنون، أيضا لديه كان كلمة حول هذا الموضوع. مثل ما نعرف هي الشركة التابعة لوزارة التجارة، شركة تجارة الحبوب هي المهتمة بهذا الموضوع المهم جدا اليوم يعادل عمل وزارة بأكملها. خلينا نشاهد هذه الكلمة وراجعين. الجهود الاستثنائية التي بذلت هذا الموسم رغم الظروف الجوية الصعبة، رغم التداعيات الاقتصادية الكبيرة، ورغم عدم الثقة الموجود بيننا وبين الأخوة الفلاحين بسبب عدم دفع مستحقاتهم لسنوات، لذلك كان موسم جيد. اشترك فيه الأخوان في لجنة الأمر الديواني الخاصة بتوعية الفلاحين المزارعين، وكان جهود استثنائية في كل المحافظات. ايضا بذل الاخوان في اداره الرقابه التجاريه والماليه في وزاره التجاره جهود استثنائيه من خلال دعم العمل، الوقوف مع الموظفين المشاركين بحمله التسويق، ولا انسى دور اخواني وزملائي العاملين بالاسره الصحفيه فيلق الاعلام المجاهد الذي كان داعما لنا في كل حين. اعتقد الموسم التسويقي تحدث عنه سيد الوزير بوضوح، كان موسم ناجح بكل المعايير، لم نتلمس أي مشكلة، بالعكس كان لدينا لجنة تسويقية عليا تتابع كل التفاصيل من خلال القرارات السريعة، وهنا أثمن دور الإخوان في مكتب السيد رئيس الوزراء وممثلهم في هذه اللجنة وممثل جهاز الأمن الوطني الأخ السيد عباس، فضلا عن الإخوان في الرقابة التجارية والجمعيات الفلاحية الذين حضروا. حقيقة جهد كبير للجمعيات الفلاحية بذل هذا الموسم، رغم أن السيد رئيس جمعية الفلاحية كان غير متفائل بالموسم، وقبل الموسم بيومين كان لديه كلمة قاسية على مفاصل وزارة التجارة تحملناها بروح رياضية عالية، لكن كان ردنا ورسالتنا للسيد رئيس جمعية الفلاحية بأن التزمنا بكل المعايير التي تتحدث عنها السيد الوزير بالمؤتمر، وتحدثت أنا كرئيس المدير عام الشركة، وكان جهد استثنائي متميز. أنا لا يسعني في هذا اليوم المبارك ونحن نجني ثمار نجاح متميز في موسم تسويق متميز أن أثمن باعتزاز كبير جهد السيد وزير التجارة المحترم، السادة الوكلاء الإداري والشؤون الاقتصادية، السيد المستشار، السادة المدراء العامين الذين حقيقة كان فريق عمل يشترك معنا في كل صغيرة وكبيرة. أيضا أثني على جهود إخواني في المراكز التسويقية، إحنا عدد 160 مركز، لم تقدم هذه المراكز هذا العام إلا جهد متميز في كل شيء. أثمن أيضا جهود الإخوان في الرقابة التجارية والمالية، وكانوا خير ساعد وخير سند لإخوانهم في الشركة العامة لتجارة الحبوب. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين وشفنا جزء من كلمة الأستاذ محمد حنون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة. أستاذ حيدر، شفت أو سمعت كلام الأستاذ محمد بالبداية، يعني كلام صريح ينطلق اليوم من صراحة كبيرة جدا حقيقة، يعني تحية إلى أنه يتكلم اليوم، نادرا من نلقى مسؤولين يتكلمون بتلك الصراحة الواضحة لما يقول لك أن اليوم للأسف بالسنوات السابقة فقدنا ثقة الفلاح بينا اليوم عند موسم التسويق وتدري بهذه المشاكل. هل اليوم عادت ثقة الفلاح بوزارة التجارة؟ نعم، حقيقة السيد مدير عام تجارة الحبوب، يعني هو مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية ومدير عام تجارة الحبوب وكالة، الحقيقة كانت له بصمة هذا الموسم، يعني حتى في الجروبات، احنا عندنا جروبات بالواتساب، نعم، ما ان تحدث مشكله في اي محافظه من المحافظات ما تشوف الا بصمه صوتيه نزلت من السيد مدير عام
صار عندنا حركه قويه، دزينا مدير القسم المعني بهذه المحافظه حل المشكله ورجع، دزينا مدير معاون مدير عام لهذه المحافظه مباشره حل المشكله اللي تصير. هذا موسم مثل ما تفضل يعني حقيقه هو اللي اطلق اسم موسم التحدي، هو السيد مدير عام اطلق هذا الموسم عليه اسم موسم التحدي، مشي عليه موسم التحدي وفعلا كان موسم تحدي. حقيقه احنا خلال هذه الفتره وخلال موسم التسويه يعني كان فعلا مع الفلاح كانت عندنا صعوبه، يعني هو الفلاح اقتنع بانه احنا راح ننطيه مباشره المبالغ، ابدا ما كان عنده ثقه، يقول مستحيل هذا كلامكم غير صحيح. ننزل بوسائل الاعلام استلمنا 500 مليار من وزاره الماليه للفلاحين، بدانا نوزعها على المحافظات، والفلاح ايضا ما عنده ثقه باعتبار انه السنوات الماضيه كان الفلاح من الصعب ان يستلم المبلغ ماله. احنا حقيقه هذا العام الان احنا موضوع الفلاحين، الفلاح بعد ان لقى 850 الف دينار للطن الواحد، وحقيقه هذا السعر مجزي جدا ما موجود في جميع دول المنطقه. لا تتخيل اكو دوله من دول المنطقه او دول العالم صعدت السعر من 560 الف ل 850 الف دينار، يعني ما يعادل تقريبا 40% من سعره او اكثر، 45 الى 50% سعر العام الماضي، فهذا مبلغ مجزي. فلاح الان أنا توقعاتي هذا العام الفلاح راح يبدأ يزرع كميات بالضعف من الكميات اللي زرعها في العام الماضي. احنا مثل ما قلت لك 50% هي الزراعة، إلا أن الفلاح زرع هذا الموسم، يعني كان المفروض نزرع 1,700,000 طن، نعم، في حين احنا عبرنا المليون. استاذ حيدر خلي اليوم أنقل لك وجهة نظر الفلاح العراقي. احنا برنامجنا عندنا حلقات ميدانية نزور الفلاحين في أراضيهم يعني، ونشارك حتى معاهم في الحصاد. الفلاح حقيقة بعد الأسعار اللي رفعتوها كانت أسعار جيدة جدا وخلت تفاؤل كبير جدا عند الفلاح العراقي. الفلاح اليوم خايف من شغلة واحدة، يقول خاف الموسم القادم نزرع بمساحات أكبر ونتعب ونخلي سماد وغيره، وتعرف أنت الأسعار جد كبيرة، خاف وزارة التجارة تقلل هذا السعر. هل هناك تصريح رسمي؟ هل هناك تأكيد اليوم أو رسالة مثلا من وزارة المالية أو الحكومة العراقية لوزارة التجارة على إبقاء سعر الطن كما هو الموسم القادم؟ حقيقة أولا أنا أشكركم أنتم كقناة الأيام، ربي أنا شفت اللقاء الأول في سايلو الدورة، ربي ودخلكم بأدق تفاصيل القمح، نعم، أدق التفاصيل بقلبك. اليوم أنت تتحدث كأنه أنت موظف في وزارة التجارة وبالشركة العامة لتجارة الحبوب، تعرف الكميات وتعرف الفلاح والمبالغ شو استلمت والعام الماضي ايش قد استلمنا وقبل العام الماضي ايش قد استلمنا. حقيقة هذه احنا الإعلام هذه السنة فادنا جدا، مثل قناتكم الكريمة، حتى قناة يعني كثير من القنوات العراقية وغيرها، كثير من القنوات رافقتنا في كل مكان حتى في إفاداتنا بذهابنا لصلاح الدين ابنائنا. حقيقة اليوم احنا يعني كقنوات إعلامية مثل قناة الأيام انه تستمر في اكثر من حلقة بأرض السواد تروح على تجارة الحبوب وتتناول موضوع القمح، هذا موضوع رائع جدا باعتبار انه عرفت قيمة القمح بالعالم خلال الأزمة الأوكرانية الروسية. نعم. حقيقة نشكركم احنا كتجارة الحبوب، العفو، خدمتكم وخدمة المواطن العراقي اكيد ما ننساها ابدا، باعتبار انه اليوم انت من اليوم الطالب حضرتك الطالب بفلوس الفلاح بالعام القادم، باعتبار انه نعم احنا يجب علينا نستمر مع الفلاح بالعام القادم، باعتبار انه شفنا الأزمة العالمية شنو سوت، شفنا موقف الفلاح الرجولي والبطولي في انه يجيب الكمية لوزارة التجارة. احنا كوزارة التجارة من الان اقول لك اياها ومن وسابقا وقبلها، ماكو يوم ما طلبنا من الحكومة ان تصعد المبلغ اكثر واكثر، يعني جبناها من ال 250 الف دينار وصعدنا لل 400 الف دينار وال 560 الف دينار، وصلنا لل 750 الف دينار في سنوات والان 850 الف دينار. لا تتخيل انه احنا كوزارة التجارة يعني نقدم للحكومة مقترح ان تقل، لا بالعكس، بل نقدم للمقترح للحكومة ان تزيد، لان ما نعرف الدنيا شنو يصير بها، يعني بلحظة واحدة امطار ماكو عام القادم صح، واحنا نقلل المبلغ بلحظة واحدة ما نقدر نستورد كميات ماكو بالعالم. استاذ حيدر كل الحب والتحية لك، انت باق ويانا، بس خلينا نشوف فيديو مهم بما تكلمنا اليوم على الفلاح. فايضا اليوم المتحدث الرسمي باسم الفلاح هو الشيخ حسن التميمي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية اللي كان حاضر في مؤتمر وزارة التجارة، واشكر اليوم وزارة التجارة على الروح الرياضية الكبيرة
اللي بسبب اليوم احنا نتذكر تصريحات اليوم الاتحاد العام للجمعيات الفلاحيه الذي كان ينتقد وزاره التجاره بشده وبقوه، ولكن في المؤتمرات اكو استضافه اكو تعاون حقيقه. شكرا لتلك الروح، خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجع. هذا النجاح يحسب للشركة العامة، لأن في الأعوام السابقة حقيقة كان هنالك انسداد، آسف تعلمنا على كلمة الانسداد على ما يبدو بالعراق، كان هنالك تقاطعات كثيرة خصوصا الابتعاد عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية، وهذا يسبب مشاكل بحد ذاتها، لأن اليوم الارتباط ما بين الفلاحين واتحادهم هو ارتباط وثيق، ودائما نستطيع ان نوصل الى مراحل متقدمه. نعم انا انتقدت كثيرا وزاره التجاره، لانه الانتقاد اليوم يجب ان يكون نعمه، والاختلاف هو نعمه بحد ذاته، لكن بالعراق الاختلاف اصبح نقمه، لانه دائما نختلف على كثير من المفردات والجزيئات، وعندما نريد أن نوصل إلى حلول صحيحة دائماً نعتبر من اختلافنا هو عملية التسقيط والتشهير، ولكنني كنت عندما أنتقد هو لتصحيح عمل معين. وأنا أثمن دور الأخ معالي الوزير على رحابة الصدر وعلى تقبل ما كنا نتكلم به من أجل خدمة العراق الفلاح. قد يكون هذا العام الأول الذي يستلم فيه الفلاح مباشرة لمستحقاته من قبل وزارة التجارة. السادة الحضور، سيد ممثل رئيس الوزراء، سيد ممثل الأمن الوطني الذي كان له دور مميز أيضا هذا العام، وحركة مكوكية ما بين جميع محافظات العراق، وهذا أيضا يحسب من ضمن حسابات النجاح. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين وشاهدنا تصريح الشيخ حسن التميمي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية. أستاذ حيدر كان يعني زعلان عليكم، وحتى اليوم المدير العام تكلم حول الخلاف اللي كان، ومثل ما أيضا أستاذ الشيخ حسن تكلم عن التقاطعات الكبيرة. هل اليوم نقدر نقول أنه بعد نجاح موسم التسويق، الصراحة نعتبره اليوم نجاح، لو أنه الفلاح مرتاح لموسم التسويق أنا أعتبره بخانة النجاح، هل هناك مزيد من التعاون بين جمعيات الفلاحيه ووزاره التجاره؟ حقيقه احنا زعل استاذ حسن علينا مهم، يعني مثل ما تفضل هو يعني تصحيح للمسار. حقيقه استاذ حسن، اولا احنا عندنا لجنه في الشركه العامه لتجاره الحبوب اسمها لجنه التسويق المركزيه، هذه اللجنه يراسها المدير العام وعضويه الساده المعاونين ومدراء الاقسام. هذا العام بالذات احنا في هذه اللجنه دخلنا الأستاذ حسن، كان معانا في كل اجتماع من اجتماع اللجان، حتى بالمواصفة دخلنا الأستاذ حسن، أيضا دخلنا ممثل مكتب رئيس الوزراء أيضا في هذه اللجنة، نعم. ممثل دائرة التجارية والمالية بالوزارة أيضا، معاون مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية أيضا معانا باللجنة، أيضا معانا ممثل الأمن الوطني في هذه اللجنة، ولأول مرة هذه الأربع جهات كانت معانا في كل الاجتماعات، في موضوع اختيار الكميات، في موضوع بدء التسويق، في موضوع المواصفات، كانوا يجلسون معنا في موضوع المواصفات الناقشة لمدة أكثر من ساعة. أستاذ حسن كانوا يانا في هذا، وكان يدافع بقوة عن الفلاح، وبعدين وجد دفاع من عندنا عن الفلاح أكثر من دفاعه هو عن الفلاح. حقيقة هذا يعني هذه الروح الطيبة اللي تخللت هذا الموسم. تدري يعني عادة بالمهمات بالصعوبات مثل ما صار عندنا بالدخول داعش، يعني شفت كل الشعب هب ضد داعش. يوم احنا دخلنا في موسم حنطة، موسم صعب جدا، كميات قليلة عندنا جدا. شوف قنوات الفضائية ويانا، اتحاد جمعيات الفلاحية ويانا، مكتب رئيس الوزراء ويانا،
المجلس الوزراء كله ويانا في القرارات. شوف السيد الوزير داعمنا اول باول ويتابع اول باول الكميات. اليوم ايش قد صار عندكم؟ باكر ايش قد صار عندكم؟ محافظه واسط ايش قد وصلت كميه؟ شوف مدير عام الحبوب بكل القنوات الفضائيه يدعو المؤمنين على الاستلام. حقيقه كان موسم يعني صح اكو كان بعض الزعل اكيد يعني بالعمل صير، بس لكن في النهايه شفت ان الاستاذ حسن ايش قد شكر تجاره الحبوب على مواقفها وعلى عملها. نعم. وايضا يعني مشكور لكم حقيقه كاعلام، كان خدمنا جدا هذا الموسم موضوع الاعلام، خدمنا جدا ويانا في كل مكان فادنا جدا. نعم. انا اشوف هذا النجاح نجاح لكل الحكومه العراقيه، نجاح لكل الفلاحين، نجاح لكل مواطن عراقي فكر انه الطحين مهم. والحمد لله عبرنا الازمه وحقيقه جهود الجميع. الحمد لله. جميع الحمد لله والشكر. استاذ حيدر عندي بقى ممكن الان نغلق ملف الحنطه، اكو بعض التساؤلات حقيقه لما عرفوا اليوم من الضيف من وزاره التجاره. يعني عندي احد التساؤلات موضوع زراعه الشلب، يعني حقيقه اكو جهات اليوم مثل وزارة الزراعة ووزارة الموارد منعت، اكو شيء رسمي او اكو زراعة بنسبة محدودة؟ عندكم معلومة هيك يا وزارة التجارة بهذا الموضوع؟ الله على مودكم بالصورة. احنا موضوع الشلب تدري يعني الشحة في المياه، فتشوف يعني مواسم تسويق الشلب قلت عندنا، يعني العام الماضي استلمنا 155 ألف طن فقط. هذه تدري هاي 155 ألف طن بها نسبة 58%، يعني نطل لابو المجرشة 100 طن يطلنا 58 طن ونص. فتشوف هذا يعني ما زاد يعني عن كمية 90 ألف طن، يعني حتى حصة شهر ما بيه بالعام الماضي سبب شحة المياه. العام اللي قبله لا كان 200 أكثر من 250 ألف طن، يعني صار عندنا 151 ألف طن هذا رز مصنع عنبر وياسمين وزعناه أكثر من حصة شهر شهر ونص للمواطنين. حقيقة هذا الموسم بسبب شحة المياه يعني توقعات، هسه احنا ما نعرف، توقعاتنا انه تكون الكميات قليلة باعتبار انه يعني شحة بالمياه. وتدري الشلب موضوعه مو مثل موضوع القمح. صحيح. موضوع القمح احنا في بعض المحافظات تعتمد على الماء اللي بقى من الشلب وتزرع. استاذ حيدر، استاذ حيدر ان شاء الله يوم من الايام نسوي حلقة كاملة على الرز وزراعة الشلب، ولكن للأسف الوقت داهمنا. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، وشكرا جزيلا على سعة صدرك بتحمل اليوم أسئلة برنامج أرض السوا. شكرا لك استاذنا، وتحياتنا لكل العاملين بوزارة التجارة. شكرا جزيلا لك والأخوة وجميع المشاهدين الكرام. شكرا جزيلا. ربي يخليك. شكرا جزيلا أحبة المشاهدين، هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السوا. يا رب الخير والسلام، وكلا للفتنة ألف مرة. نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.